مساءكم خير وبركة وطاعة مشاهدي برنامج للتسامح وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله قلوبكم. يقول أحدهم: بعد يوم طويل وصعب من العمل لوالدي وضعت أمي الطعام أمامه وبجانبه خبز محمص، لكن الخبز في ذلك اليوم كان محروق بشكل واضح. يقول: أتذكر أنني ارتقبت طويلا كي يلحظ أبي ذلك، ولا أشك على الإطلاق أنه لاحظه، إلا أنه مد يده على قطعة خبز وابتسم لوالدتي وسألني: كيف كان يومك في المدرسة؟ أنا ما أتذكر أني بشو أجبته، لكني أتذكر أني شفته يدهن قطعة الخبز بالزبدة والمربى وياكلها كلها. عندما نهضت عن طاولة الطعام في تلك الليلة، أتذكر أني سمعت أمي تعتذر لوالدي عن حرقها للخبز وهي تحمصة، ولن أنسى رد أبي على اعتذار أمي. قال لها: حبيبتي ما عليك، الأمور طيبة، أنا أحب أحيانا أن آكل الخبز محمص زيادة عن اللزوم وأن يكون به طعم الاحتراق. في وقت لاحق من تلك الليلة، عندما ذهبت لأقبل والدي وأقول له: تصبح على خير يا بابا، سألته إن كان حقا يحب أن يتناول الخبز أحيانا محمص إلى درجة الاحتراق، فاحتضني وهو يضحك وضمني إلى صدره وقال لي هذه الكلمات التي تبعث على التأمل: يا بابا، أمك اليوم كان لديها عمل شاق وأصابها التعب والإرهاق، وإن قطعة من الخبز المحمص زيادة شوي أو حتى محترقة لن تضر أو تؤذي أحد. الحياة مليئة بالأشياء الناقصة، وليس هناك شخص كامل. علينا أن نتعلم كيف نتقبل النقصان في الأمور وأن نتقبل عيوب الآخرين، وهذا من أهم الأمور في بناء العلاقات وجعلها قوية مستدامة. خبز محمص محروق قليلا لا يجب أن يكسر قلبا جميلا. مشاهدينا، فليعذر الناس بعضهم البعض، فللناس ظروف لا يعلمها إلا من خلق الناس. وعين النحلة أفضل بكثير من عين الذبابة، بمعنى أن العين التي ترى السلوك الإيجابي أفضل من العين التي ترى السلوك السلبي، فتسعة أعشار الراحة في التغافل كما أن تسعة أعشار النجاح في التشجيع. شر الورى بمساوي الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي موضع العلل. فمن أسباب سلامة الإنسان أيضا عدم التدقيق في كل صغيرة وكبيرة. جاء في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. لنجعل السعادة الأخروية هدفا من أهدافنا في هذه الحياة، ليستر الله حالنا، فلا يوجد من ليس له عيوب. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: أدركت بهذه البلدة، يعني المدينة المنورة، أقواما لم تكن لهم عيوب، فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بها أقواما لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. فالسكوت عن عيوب الناس من أخلاق الكبار، والكيس العاقل هو الفطن المتغافل عن الزلات وسقطات اللسان. والإسلام أمر بستر عورات المسلمين واتقاء مواضع التهم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كما يدعو الإسلام إلى التغافل عن الزلات وإظهار عدم رؤيتها، كأنك ما شفت، كأنك ما سمعت. ومن فضائل التغافل ما رواه الإمام البيهقي في مناقب الإمام أحمد عن عثمان بن زائدة، قال: العافية عشرة أجزاء، العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. يقول: فحدثت به أحمد
فقال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، أي ليست 9 أجزاء إنما كلها في التغافل. وقال كثير ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتطلب جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. أي إذا أردت أن تعاتب كل الناس ستجد أن كل الناس يستحقون العتاب بما فيهم أنت. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. وفي وصف ابن الأثير رحمه الله لصلاح الدين الأيوبي قال: وكان رحمه الله حليما حسن الأخلاق ومتواضعا صبورا على ما يكره، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه. وهذه هي أخلاق الكبار وسادة القوم. وعلى الإنسان إذا ما أراد أن يعيش سعيدا مسرورا محبوبا معدودا في جملة الكبار أن يتحلى بها. وكانت العرب تردد هذا البيت كثيرا: ليس الذكي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، أي المتغافل. قال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. قال المهاجري: قال أعرابي لرجل: قد استدللت على عيوبك. قال: كيف؟ قال: بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن طالبها متهم بقدر ما فيه منها. مشاهدينا الكرام، لدينا مداخلة هاتفية مع الدكتور هشام أحمد الزهراني نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في جمعية دار البر، يحدثنا في هذين اليومين المتبقيين أو 3 أيام المتبقية من الشهر الفضيل عن أهمية زكاة الفطر وعن تواجد جمعية دار البر وفروعها وعن الأعمال الفاضلة والفضيلة في هذه الأيام التي يجب أن نركز عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. أهلا بك دكتور ومرحبا، تشرفنا اليوم بهذه المداخلة وتبين لجمهورنا ومشاهدي القناة أهمية زكاة الفطر للمسلم وللمحتاجين. سلمك الله دكتور، تفضل. نعم، الله يبارك فيك. أول شيء أشكرك أخوي خالد على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع مهم جدا. موضوع يتعلق بفريضة من فرائض الدين. لا شك أن زكاة الفطر هي من الأمور المشروعة في الدين، بل هي واجبة على كل إنسان وجد قوت يومه. فالمسألة مسألة وجوب شرعي، لذلك من المهم جدا أن نذكر إخواننا خاصة الأيام هذه الناس ينشغلون بالعيد، فربما أحد ينسى عن موضوع زكاة الفطر. لذا من المهم جدا التنويه والتذكير بأن زكاة الفطر من الأمور المهمة والتي الجمعيات الخيرية في هذه الأيام تحرص على استقبال أموالها من المحسنين من المزكين، ودار البر من تلك الجمعيات التي تقوم على هذا الأمر وتقوم باستقبال أموال المزكين وإيصالها إخراجها عينا إلى المستحقين، والتي تخرج غالبا في صورة قوت البلد من الأرز باعتبار أن هذا هو قوت البلد، فالجمعية تحرص على إخراجها من قوت البلد. زكاة الفطر حقيقة أخي خالد لا شك أن الجمعية في هذه السنة أيضا حددتها بمبلغ 20 درهم تستقبلها من المزكي، ولكن الجمعية كما ذكرنا تخرجها عينا من قوت البلد. نحن حقيقة الجمعية أيضا وفرت المندوبين في مختلف مراكز التسوق لتسهيل عملية استقبال أموال الزكاة من المحسنين، فلله الحمد منا كثير من المراكز التسوق وأيضا المركز الرئيسي، وكذلك عبر المواقع الإلكترونية الجمعية تستقبل أموال زكاة الفطر من المتبرعين والمزكين. سلمك الله دكتور هشام، ربنا يحفظك. إذن أنتم تستلمون المادة أو المال من الشخص المتبرع وتخرجونها طعاما بحسب قوت البلد حفظك الله. نعم، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صاع من شعير وصاع من التمر. فحددها أهل العلم بقوت البلد، وقوت هذا البلد كما لا يخفاكم أنه غالبا من الأرز
لذلك الجمعية أيضا تحرص في إخراجها طعاما من الأرز. متى آخر مهلة للاستلام أو آخر فترة لاستلام تبرعات المحسنين للزكاة؟ نعم. لزكاة الفطر من ناحية شرعية طبعا هي قبل صلاة العيد. نعم. ولكن بالنسبة للجمعيات الخيرية فكل جمعية تحدد لها وقتا معينا باعتبار يعني ما رصدتها من ميزانية لهذا الأمر. لذلك الحمد لله المجال متاح الآن والإنسان يبادر ويسرع إلى إخراج زكاة فطرة، لأن الإنسان قد إذا أجل الموضوع هذا إلى نصف الليل أو تأخر إلى ما قبل العيد لربما تفوته هذه الفريضة. لذلك نحن نحث الكل أن يساهم، والآن لله الحمد الطرق كثيرة جدا متيسرة سواء بإرسال رسائل نصية أو أيضا الذهاب عند أحد المنسقين أو مستقبلي التبرعات المندوبين، فالوسائل عديدة جدا لله الحمد المنة تسهلت للمحسنين والمزكين أن يعني من خلالها بإمكانهم أن يدفعوا زكاة فطرهم. إذن جمعية دار البر تستقبل تبرعات المزكين لزكاة الفطر من الآن حتى الوقت النهائي الوقت المحدد وتخرجونها جزاكم الله خير قبل صلاة العيد. نعم، الجمعيات الخيرية عملا بقول ابن عمر كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم ويومين. نعم. فنحن نبدأ توزيع زكاة الفطر قبل العيد بيوم ويومين اعتبارا من تاريخ 28 و29 رمضان نبدأ في إخراج زكاة الفطر. أظن أيضا هناك اتفاق مع دبي الذكية أيضا لإخراج زكاة الفطر عبر تطبيقهم أيضا وعبر موقعهم. نعم، هذا الأمر أيضا سهل عملية التبرع ويعني يسرها على المزكين. هذا أيضا متاحة لمن أحب أن يساهم ويدفع زكاة ماله. مواقعكم أيضا وفروعكم دكتور هشام لو تعرف جمهورنا عليه الله يسلمك. نعم، المركز الرئيسي على شارع الشيخ زايد. نعم. وهاتفهم المجاني 800-799-879. نعم. وأيضا الجمعية عندها فروع عديدة في عجمان وفي رأس الخيمة وفي أم القيوين والفجيرة. نعم. كل تلك الفروع تستقبل أموال زكاة الفطر. نعم. فمن أحب أن يدفعها فعليه التوجه إلى هذه الفروع أو الاتصال على الرقم المجاني أو كما تفضلت أن يساهم ويدفع المبلغ عن طريق التطبيق. أيضا لديكم مندوبين أيضا منتشرين في مراكز التسوق والمولات أظن. نعم، حقيقة نحب أن نشكر أصحاب المراكز مراكز التسوق على إتاحتهم لهذه الفرصة للمندوبين، لأنهم كانوا سبب كبير جدا في تسهيل على المتبرعين والمحسنين، فنحن نشكرهم وهم متوافرون في كثير من المراكز التسوق في دبي وخارج إمارة دبي. لديكم مشاريع أخرى دكتور هشام ربنا يحفظك، ولا زال أيضا المجال مفتوح لاستقبال تبرعات إفطار صائم يعني للفترة المقبلة اليومين أو ثلاثة أيام المقبلة، وأيضا لديكم مشروع كساء العيد وكفالة الأيتام، مشاريعكم متعددة ما شاء الله تبارك الله. نعم الله يبارك فيك، لا شك أن مشروع كساء العيد الآن حقيقة كلنا على أبواب العيد والكل يجهز لكي يزين أبناءه من الكسوة، فلا شك أن في هذه الأيام لابد على الإنسان يتذكر أيضا أطفالا ينتظرون هذه الكسوة وما يجدونها. لذلك نرى أن من المهم جدا أن نذكر الإخوة أيضا بهذا الأمر العظيم الذي يبهج الأطفال ويفرحهم ويسعدهم في أيام العيد، ولا شك حينما ترى فرحة الطفل في العيد أنت تسعد وتعتبر أن هذا العيد من الأعياد الجميلة التي مرت بك، ولكن إن رأينا الحزن على محيي الأطفال لا شك أن الإنسان يحزن بهذا الأمر وعيده ربما ينقلب إلى حزن. نعم. لأنه لم يشاهد تلك البسمة على محيي هؤلاء الأطفال. لذلك الجمعية تحرص على مشروع كساء العيد والمجال متاح للمساهمة وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب ومحيي هؤلاء الأطفال بإمكانهم المساهمة أيضا كما أنهم سيساهمون في زكاة فطرهم، لهم أيضا أن يتوجهوا بمبالغ يدفعونها لأجل مشروع كساء العيد. سلمك الله دكتور هشام، أيضا لديكم كفالات الأيتام ولديكم حفر الآبار ولديكم المساهمة في بناء المساجد، ما شاء الله يعني مشاريع نوعية ويعني جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. تنوع المشاريع حقيقة أخي خالد حصل من خلال رغبة المحسنين، ما تنوعنا في هذه المشاريع إلا لأن أهل الخير وأهل الإحسان يبحثون عن مثل هذه المشاريع،
فهم سبب الذين كان بسببهم كانت تلك المشاريع الكثيرة التي تطلقها الجمعية وتنوعها لكي يكون لكل فاعل خير ولكل محسن نصيب من كل باقة زهرة كما يقال يعني. شكرا لك دكتور هشام أحمد الزهراني نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في دار البر، وجزاكم الله خير على تعاونكم معنا، وجزاكم الله خير على مشاريعكم وأياديكم البيضاء. جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال الجمهور لهذا اليوم: من هو الصحابي الوحيد الذي ورد اسمه صريحا في القرآن الكريم وفي أي سورة ورد؟ من هو الصحابي الذي ورد اسمه في القرآن الكريم وفي أي سورة ورد اسمه؟ تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. جوائزنا اليوم عبارة عن عمرة و500 درهم. جوائزنا اليوم عبارة عن عمرة و500 درهم. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الأكارم. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الأفاضل، ونذكر بسؤال اليوم: من هو الصحابي الوحيد الذي ورد اسمه صريحا في القرآن الكريم وفي أي سورة ورد؟ ونذكر بجوائز اليوم عبارة عن عمرة و500 درهم. عمرة و500 درهم. تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. معنا علي. مرحبا يا علي. حبتين. إيش حالك يا أخوي علي؟ بخير الحمد لله. إيش حالك؟ متابعنا من الأول؟ إي نعم. ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. علي من وين؟ الله، من الشارقة. والنعم فيك، إمارتنا الجميلة دائما متصلين ما شاء الله من الشارقة، هم اللي يفوزون في الغالب يعني. الحمد لله. ما شاء الله. تعطينا الإجابة؟ إي نعم، هو زيد بن الحارثة رضي الله عنه. أي سورة؟ سورة الأحزاب. جميل جميل. زيد بن حارثة كان له اسم آخر؟ أبو أسامة. أبو أسامة بن زيد بن حارثة، وكانوا يسمونه حب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك يا علي. العفو. شكرا لك. شكرا لك. معانا ريم من دبي. مرحبا يا ريم. مرحبتين. يا هلا والله. إيش حالك؟ طيبة؟ الحمد لله طيبة. الله. شو سؤالنا اليوم؟ صعب أو سهل؟ لا سهل. سهل وايد؟ إيه. تعرفين الإجابتين؟ الصحابي وفي أي سورة؟ الصحابي هو زيد. زيد بن من؟ زيد بن حارث. زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. تعرفين الآية؟ هي. قوليها. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. جميل جميل. هو الصحابي الوحيد اللي ورد اسمه في كتاب الله عز وجل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا ريم، ما شاء الله إجابتها صحيحة. ألو، من معنا؟ مرحبا يا فاطمة من الفجيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاطمة، يبدو أن صوت الرادو عندك شغال. لا والله، موصيت التلفزيون. يلا تعطينا الإجابة. الله يسلمك. زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. الآية زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. أي آية؟ الآية 37. تعرفين الآية؟ ولما انتهى، ما حفظت والله. زيد زين. ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. شكرا لك. شكرا لك يا فاطمه، يعطيك العافيه. اجابتك صحيحه، يعطيك العافيه. الو، مرحبا يا خالد. خالد من عجمان. سلام ورحمه الله وبركاته. ايش حالك اخوي خالد؟ الحمد لله. كيف حالك؟ طمني عليك. خير دامك. كيف اليومين الاخيرين من رمضان؟ طيبه ان شاء الله. الحمد لله. مستعد للاعياد؟ اكيد مستعد. الله يوفقك ان شاء الله. تعطينا الإجابة؟ الإجابة هو أبو أسامة زيد بن حارثة رضي الله عنه. أي سورة؟ الأحزاب إن شاء الله. سورة الأحزاب. شكرا لك يا خالد، عسى الله يوفقك إن شاء الله. مرحبا يا حليمة، السلام عليكم من الفجيرة. مرحبا أختي حليمة. مرحبتين. يا هلا والله. إيش حالك؟ الحمد لله. عسى الله يوفقك إن شاء الله. تعطينا الإجابة أختي حليمة؟ زيد بن حارث في سورة الأحزاب. زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. حليمة، أنت من الفجيرة؟ هي. تابعتي برنامجنا من الأول؟
شو تحبين تفوزين، عمره ولا 500؟ العمر أكيد. العمر أكيد، ربنا يوفقك إن شاء الله. الإجابة صحيحة، هو زيد بن حارثة. ألو مرحبا يا هدى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا هدى، إيش حالك؟ الحمد لله تمام. من وين يا هدى؟ من رأس الخيمة. وانت بخير وسلامة يا رب العالمين، من أجمل الإمارات رأس الخيمة الحبيبة. تعطينا الإجابة الله يحفظك. زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. تعرفين الآية؟ نعم. تعطينا الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. شو كان اسمه بعد الآخر؟ نعم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له زيد بن محمد، لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل أن تأتي آية تحريم التبني، صح؟ نعم صح. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك العافية. نعم. إجابات صحيحة. من معنا؟ مرحبا يا تغريد من العين، إيش حالك يا أختي تغريد؟ الحمد لله بخير. يا هلا والله فيك، وانت بخير وسلامة يا رب العالمين، ومبارك عليكم حلول العيد إن شاء الله. يا رب. الله يحفظك. تعطينا الإجابة أختي تغريد؟ زيد بن حارثة سورة الأحزاب الآية 37. زيد بن حارثة، حافظ الآية؟ قالوها قبلك، مو بحافظتها، نعتبر إجابتي الصحيحة. شكرا لك. مرحبا يا مؤيد من الفجيرة. أخوي مؤيد إيش حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت مؤيد أخو سليمان صح؟ صح. أنا أتذكرك عشان أنت في بالي تميت. تعطينا الإجابة مؤيد؟ زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. وتعطينا أخوك سليمان تخليه يرد علي؟ أوكي. عطني سليمان إذا هو عندك. ألو. السلام عليكم سليمان. وعليكم السلام. إيش حالك طيب؟ بخير. تعطينا الإجابة؟ زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. كم عمرك ما شاء الله؟ 11. زيد شو رأيك أنا بقول لك أنت مؤيد بندخلكم الإجابة من غير ما تدخلون السحب. مبروك عليكم 500 درهم. تستاهل. شو؟ مبروك عليكم 500 درهم، ما بندخلكم في السحب اليوم لكن بنعطيكم 500 درهم عيدية لكم. تمام؟ انتم مؤيد ها؟ شكرا. كل واحد 250 درهم. هذا من أسرة أسرة البرنامج. تستاهلون. ناخذ اتصال ثاني. الو مرحبا، السلام عليكم، الاسم؟ الو؟ الو؟ مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. ميار؟ من رأس الخيمة؟ ميار. والنعم، والنعم فيك. تعطيني الإجابة الغالي؟ زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. جميل، زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. كم عمرك ما شاء الله؟ 18. الله يحفظك إن شاء الله والعمر كله يا رب. مبارك عليك العيد. علينا وعليك. الله يحفظك. شكرا شكرا، إجابات صحيحة ما شاء الله. مرحبا أختي أديبة من الشارقة. السلام عليكم أختي أديبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن أمس اتصلتي واليوم ما شاء الله بعد حالفت الحظ صح؟ صح. ما شاء الله عليك ما شاء الله. تعطينا الإجابة سلم إن شاء الله. زيد بن حارثة. زيد بن حارثة في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب. حافظ الآية؟ لا والله. ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أبو أسامة زيد بن حارثة. ألو ألو، بنطلع مشاهدينا الأكارم، بنطلع فاصل، اسمحوا لنا بنطلع فاصل ورد لكم مرة ثانية، ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية ونروح حق الزجاجة البلورية السحرية عسب نسحب منها اسم الفائزين اليوم 500 درهم وعمرة. نخلط الأوراق ونحركها. الاسم الأول، الفائز الأول ويانا بتكون فاطمة عبد الكريم من الفجيرة، تستاهل 500 درهم، عسى الله يوفقك يا فاطمة. الاسم الثاني اللي يحظى بعمرة اللي هو الفائز الآخر بيكون ويانا
سيف إبراهيم محمد من إمارة دبي. سيف إبراهيم محمد يستاهل العمرة من إمارة دبي. أعزائنا المشاهدين أحبائنا، نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقكم جميعا ويجعلكم من الذين يعتقهم الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، ويجعل الأيام المقبلة أيام سعادة وفرح وسعادة وسرور على دولتنا دولة الإمارات. عسى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ الشيخ خليفة ويحفظ الشيخ محمد بن راشد ويحفظ الشيخ محمد بن زايد وأخوانهم حكام الإمارات وأولياء العهود، ويحفظ شعب الإمارات والمقيمين على دولها على أرضها. نقول لكم أحبائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولنا لقاء غدا بإذن الله عز وجل. دمتم بود، نترككم مع الدعاء، قلوا آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني